حيث تبين مشاهدينا من خلال بعض التقارير أنه اللاعب الدولي محمد صلاح وعد إدارة نادي برشلونة بالانضمام للفريق الإسباني مجاناً فور نهاية عقده مع فريق الحالي في يونيو 2023. وحسب ما تبين أيضاً مشاهدينا أنه إدارة برشلونة أخبرت صلاح أنه بإمكانه الانضمام للنادي بعد نهاية عقده الحالي مع ليفربول. وبحسب التقارير أيضاً أنه النادي الإسباني يعيش فترة سيئة اقتصادياً ويعاني من تراكم الديون وارتفاع رواتب اللاعبين واللي دفعهم للبحث عن موارد إضافية لزيادة الدخل. طيب وكيف يعني بيزيدون من دخلهم؟ والله سؤال حلو ووجيه ومكانة. طبعا كثير من الأندية يعني تسوي أكثر من نشاط وعندهم كثير من الأفكار. من ضمن الأفكار طبعا نشر النادي الإسباني مشاهدين على صفحة الرسمية أنه اتحاد استاد كامب نو هذا الملعب الشهير البرشلوني متاح للاستخدام الشخصي، يعني يقدر أي شخص استئجار الملعب واستخدامه لإقامة مثلا حفل زفاف أو حفلة خاصة على الهواء أو في الهواء الطلق مقابل مبلغ معين، وراح يكون الخيار الأقل تكلفة هو مساحة على جانب الملعب تكفي يعني لحفل زفاف صغير يأخذ تقريبا 50 شخص وتكلفته 1600 يورو فقط، ويوفرون خدمات طبعا الطعام الخاصة بالنادي، الحفلات الشخصية مثل حفلة عيد الميلاد أو حفل زفاف أو حتى مفاجأة صديق مثلا يحب نادي برشلونة فتسوي له مفاجأة. ممتاز. و 1600 يورو يعني معقول، مبلغ معقول طبعا على زواج. وأنا أحس أنه محمد يعني صلاح راح يكون إضافة ممكن إضافة ينقذ كبيرة شوية الوضع هذا ويساهم في التحريك الاقتصادي. ونتمنى إن شاء الله التوفيق لمحمد صلاح يعني سواء في المواسم المتبقية مع ليفربول أو بنية الانتقال، وأكيد برشلونة فريق جدا كبير وحلم لأي لاعب أنه يلعب. صحيح.